عبر الهاتف للحديث أكثر في هذا الموضوع العميد عبد الهادي إدراء الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة. سيادة العميد مساء الخير، ما هي معلوماتكم حتى الآن عن الطائرتين اللتان هبطتا في قاعدة الجفرة؟ مساء الخير لك ومساء الخير لكل مشاهدي قناة التناصح لكل أحرار في ربوع وطننا الحبيب. أهلا بكم. اليوم في تمام الساعة 12 ظهرا بالتمام هبطت طائرة أنتينوف 37 في مطار الجفرة، كذلك بعد ساعتين تقريبا في حدود الساعة 2 إلى 10 دقائق هبطت طائرة تيوشن 76 شحن نسمة عسكرية أيضا في مطار الجفرة محملة ببعض العتاد وبعض الشاتي لم نتمكن من معرفتها إلى حد الآن نظرا للتكتم الكبير الذي يحتاط بمطار الجفرة من حراسات ومن تسديد الحراسة عليه. كذلك قام الطيران المسير الإماراتي يوم أمس واليوم بمحاولة لقصف أنبوب المياه النهر الصناعي العظيم في منطقة شويرف في طريق الشويرف، ولكن لله الحمد لم يؤدي هذا القصف إلى أضرار. هذا المتمرد أستاذي الفاضل ما زال مستمر في تدمير البنية التحتية، ما زال مستمر الدول الداعمة له في دعمه بالمعدات والأسلحة، ما زال مستمر في عدم استقرار ليبيا ومحاولة دمار ليبيا. كذلك قام أتباع المتمرد بقطع الطريق جنوب منطقة أبو نجيم، الطريق المؤدي ما بين الجفرة وأبو نجيم، بقطع الطريق من أدى قطع الطريق الضرب الكوبري الصغير أو كما يقول العبارة، إلى حدوث عدد كبير من الحوادث من المواطنين الآمنين الذين كانوا يستعملون هذا الطريق للمرور. نعم، يعني هل يعتبر هذا تحد من قبل روسيا للقرار التركي بدعم الجيش الليبي في تحرير سرت والجفرة؟ كل تأكيد أخي الكريم، كل هذه الأشياء تدفع من أموال الشعب الليبي بأوامر وأجندة خارجية. يحاول هذا المتمرد جلب أكثر عدد من المرتزقة، جلب أكثر عدد من الأسلحة والعتاد بأموالنا وبأرزاق الشعب الليبي، كذلك تدمير البنية التحتية في كامل المدن الليبية. والدليل واضح، هو جلب للمرتزقة، جلب للمعدات العسكرية، جلب للتسليح، كذلك محاولة تدمير الطرق والجسور، وآخرها محاولة الفاشلة بضرب واحد أنابيب النهر الصناعي اللي يمد أهالينا في مدينة طرابلس بالمياه وكل مدن الغرب الليبي. وهذا دليل آخر يضاف إلى الجرائم البشعة التي ارتكبت في مدينة ترهونة التي أصبحت تسمى بكل أسف مدينة المقابر الجامعية. والمجتمع الدولي لم يتحرك الآن باستثناء الإدانات والتصريحات الهوائية الكلامية فقط تخيطاً. نعم، الآن سيادة العميد ما هو الوضع العسكري الحالي بمحاور غرب سرت وآخر التطورات على الأرض؟ آخر تطورات على الأرض قبل قليل، قبل نصف ساعة من الآن، هناك طيران إماراتي مسير مرة جاب سماء مدينة جنوب مدينة الوسكة وجنوب منطقة برات الحسون. هذا الطيران الإماراتي من حين لآخر يقوم بطلعات جوية. غير ذلك فالحمد لله الحمد، رجالنا ما زالوا في سبابه في مواقعهم جاهزون، كل الرجال سوى رجال الهندسه العسكريه، رجال المشاة المدفعيه، المخابره، الاستطلاع، كل قواتنا، كل القوى المسانده لعمليه دروب النصر جاهزين الان على هبه السداد. هناك اتصالات وتواصل مستمر على مدار ال 24 ساعه ما بين غرفه العمليات الميدانيه وغرفه العمليات الرئيسيه والقائد الاعلى للجيش الليبي والتنسيق مع القيادات. نحن فقط كما اسلفنا في اكثر من مراسله ننتظر في تعليمات القائد الاعلى للجيش الليبي للتحرك سوى لتحرير سرته والجفره، ولكن احب عبر اذاعتكم هذه نطمن المشاهد الكريم ونطمن اهالينا في ليبيا بان نحن سنحرر مدينه سرته وسنحرر مدينه الجفره، ولكن النقطه المهمه ان نحررها في شهر ونفقد شهيد احسن من تحريرها في اسبوع ونفقد 10 شهداء، كل ذلك حفاظا على ارواح ابنائنا والمحاولة. نعم. عدم تدمير مدينتي سرت والجفرة لعل وعسى المسار السياسي يأتي ثمرة ويتم انسحاب هذا المعتدي، عملية الكرامة وأنصار اللي يرجع من حيث أتى حتى يعم السلام والاستقرار في ليبيا. نعم، العميد عبد الهادي إدراء الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.